كل ما نكبر جسمنا بيكبر معنا، وأفكارنا ومشاعرنا كمان تتغير مع الوقت. خلينا سوا نكتشف شو هي أهم التغيرات يلي بتصير بالجسم تبعنا نحن وعم نكبر. التغيرات يلي بتصير بالجسم بتبلش عند البنت قبل الصبي فترة صغيرة، بيصيروا هدول التغيرات بين 10 سنين و 14 سنة، وممكن يكملوا لسنة 20 مثل النمو. ما لازم ننسى أنه دايماً في فرق بين بنت وبين الثاني. ما بيصيروا هدول التغيرات بنفس الوقت للناس يلي من نفس العمر نفس الجنس، وهذا الموضوع كتير طبيعي. مين المسؤول؟ الهرمونات هي المسؤولة عن التغيرات يلي بيصيروا بجسمنا. شو يعني هرمونات؟ الهرمونات هي مواد بتطلعها جسمنا. هاي الهرمونات عندها وظائف كتير مهمة، واحدة من الوظائف هي نمو الجسم. شو بيتغير؟ بينمى الصدر وبيصير الجسم بيعرق زيادة، وممكن إنه تصير البشرة دهنية عند بعض الأشخاص. بيطلع الشعر تحت البطن وتحت الإيدين. بهاي المرحلة ببلش شيء اسمه الدورة الشهرية. بينزل شوية دم من المهبل. لما ينزل الدم وسوائل تانية مرة بالشهر بنسميها العادة الشهرية، وبتبقى كذا يوم من 3 إلى 8 أيام. لازم ما نشعر بالحرج عند وجود الدورة الشهرية، وهذا بيسموه سن البلوغ. هذا الشيء طبيعي وعادي، ولازم البنت تكمل حياتها اليومية بشكل طبيعي. لازم ننتبه إذا العادة الشهرية صارت معنا لأول مرة، من المهم نخبر الماما أو أي حدا بنوثق فيه مشان هن يخبرونا كيف نهتم بحالنا بهذا الوقت. بتحط البنت فوطة صحية على ثيابها الداخلية لتمتص الدم، ومهم إنه تتبدل هاي الفوطة كل ساعتين أو 3 ساعات. من وين فينا نجيب الفوطة الصحية؟ بيختلف موعد العادة الشهرية من بنت لبنت تانية، وهذا طبيعي، ومرات ممكن تبلش العادة الشهرية بعمر 16 سنة. معقول تتغير مواعيد العادة الشهرية؟ في احتمال تتأخر العادة الشهرية بالفترات الأولى، لأنه الجسم بده وقت ليتعود على شغل الهرمونات والدورة الشهرية، وممكن يتغير موعدها بسبب صدمة نفسية معينة، تعب، سوء تغذية والتهابات، سفر وتوتر. في حال صار هالشي معنا لازم نخبر الماما أو أي حدا بنوثق فيه أو الطبيب. ممكن الحمل يصير لما تصير البنت بسن البلوغ، السن يلي بتبلش فيه العادة والدورة الشهرية، بس الحمل عند البنات اللي عمرهم أقل من 18 سنة بشكل خطر عليهم وعلى الجنين. شو لازم نعمل لما نصير بسن البلوغ؟ بعمر البلوغ لازم ننتبه كتير على صحتنا مشان نحمي جسمنا. كيف بنحمي جسمنا وليش؟ ممكن يتعرض الجسم لمخاطر وأمراض، مشان هيك لازم نتعلم كيف نحميه ونهتم فيه. لنعرف أكثر كيف نقدر نحافظ على صحتنا، لازم نتعرف على شيء اسمه جهاز المناعة. شو هو جهاز المناعة؟ هو الجهاز اللي بيدافع عن جسمنا. بيتألف هذا الجهاز من خلايا وأعضاء مختلفة تشتغل مثل الحراس تدافع عن جسمنا وتحارب الجراثيم يلي ممكن تسبب لنا الأمراض. كيف فيني خلي هالجهاز قوي؟ لنحافظ على صحة جيدة ونقوي جهاز المناعة لازم نغسل إيدينا منيح بالمي والصابون لنتخلص من الجراثيم بعد كل نشاط بنعمله، نتغذى بطريقة سليمة ومتوازنة، وننام بشكل بكفي راحة جسمنا، نعمل رياضة ونحافظ على نظافتنا، نتحمم وننظف أسناننا، وننتبه كتير من الفطريات. فطريات؟ فطريات هي أجسام صغيرة كتير لدرجة إنه ما فينا نشوفها. ممكن تنمى هي الفطريات بمنطقة حساسة وبتسبب لنا إزعاج وحرقة وإفرازات وريحة بشعة. كيف فينا نتخلص منها؟ الفطريات بتنوجد بالمحلات الرطبة بالجسم، وعدوها الأول هي المنشفة. مشان هيك لنحمي حالنا من الفطريات لازم ننشف منيح المناطق الحساسة مشان نمنع نموها. لازم تمسح وتنظف البنت عدوى التناسلي من قدام لورا لتحافظ على نظافتها وتتجنب نقل الجراثيم على المهبل. ما خبرتينا عن التغيرات الثانية، نسيت اسمها. قصدك التغيرات بالمشاعر والتفكير؟ مو بس جسمنا بيتغير، بيتغير كمان كيف بنحس وكيف نتصرف. بيصير في غضب سريع وبنزعج من التعليقات على شكلي، أو بحس حالي قوية وعندي ثقة أكتر لأنه بصير بعرف ميز بين المفيد واللي معنه مفيد. إنه نعبر عن مشاعرنا بيخلينا مرتاحين وراضين عن نفسنا، وبيخلي الناس تفهمنا أكتر. ما لازم نخجل لما نعبر عن مشاعرنا ونعطي رأينا قدام الناس، هذا الشيء من حقنا، بس أهم شيء إنه ما نضايق غيرنا نحن وعم نقول رأينا. لسه في شيء لازم أعرفه؟ صرنا نعرف كيف نهتم ونحمي جسمنا، ولازم نعرف كمان كيف نحمي حالنا. كيف بنحمي حالنا؟
لنحمي حالنا لازم نقدر نميز بين اللمسات، اللمسة أو النظرة المريحة واللمسة أو النظرة غير المريحة. كيف ممكن نميز بين لمسة مريحة ولمسة مانا مريحة؟ شو يعني؟ اللمسة أو النظرة المريحة بتخلينا نحس بالأمان والحب والسلام، ما بتخلينا نحس بإزعاج وتحسسنا أنه ما لنا مرتاحين. اللمسة أو النظرة بمعنى مريحة بتصير لما الشخص يلمسنا أو يطلع فينا ونحس إنه ما لنا مرتاحين ومزعوجين، وبصير بدنا إنه يوقف هذا الشخص عن يلي عم يعمله. بس مرات منضيع بين الاثنين، شو بنعمل؟ في لمسة مو معروف إذا كانت مريحة أو ما لنا مريحة، وهي لما بيكون عنا إحساس غريب ما قدرانين نفهمه أو نحدده. بالأول ممكن نحس إنه هي اللمسة مريحة، بس بعد شوي رح نبلش نحس إنه في شيء غريب وما لنا مريح وبدنا إياه يوقف. خاصة إنه مرات بينطلب منا إنه يبقى الموضوع مخبى أو سر، وممكن مرات يلمسنا شخص منحبه لمسة مو معروف إذا هي مريحة أو لا، ويحسسنا بإنه ما لنا مرتاحين. طب شو بنعمل؟ كيف منواجه اللمسة مو مريحة؟ بقوله بعبر عن انزعاجي بصوت عالي وواضح، ومنجرب ما نخاف من الشخص اللي عم يلمسنا، ومنطلب منه يوقف فوراً، منوضح إنه لمسته مزعجة، بخبر حدا من يلي بعرفهم وبوثق فيهم. إذا حسيت بخطر كبير ممكن صرخ أو أركض أو أهرب من المكان. رسالة أخيرة، من حقنا نعبر عن آرائنا وناخد قرارات شخصية بترضينا، وكمان من حقنا أنه نحمي حالنا من التحرش ونرفض كل شيء بسبب لنا أذى نفسي أو جسدي.